ليزي كيك أسهل أنواع الكيك من غير شك، لا تتطلب جهد ووقت. رايحة أقدم في هذا الفيديو 3 طرق لليزي كيك، طرق سهلة وبمكونات متوفرة. الطريقة الأولى، هذا طريقة أكثر انتشار ليزي كيك. تقدر تقولي هذا الطريقة التقليدية ليزي كيك. في البداية، بسم الله والصلاة على رسول الله، نهروش المكسرات، نصف كسيرة مخلطة من اللوز والفستق والكاجو، ومن الممكن استبدال المكسرات بالفول السوداني، وعندك 600 جرام من البسكويت المهروش، يعني حتى هو نصف تكسيرة، ونخلط البسكويت مع المكسرات. فيك زرونت على النار، نخلط كوب ماء أو سمن كوب مع 3/4 كوب من السكر، نص كوب كاكاو و150 جرام من زبدة، أخيرا معلقة صغيرة فانيليا. كم على النار حتى تذوب الزبدة ودخل المكونات مع بعض. بعد ما يغلي، نصب خليط على البسكويت ونحرك. مية وثلاثين جرام من شوكولاتة ونحرك. نجهز القالب بورق زبدة من تحت ونيلون من جنب. نسوي الخليط في القالب، نوزعه ونضغط عليه في القالب لأفل الهواء الفراغات لو كانت موجودة. نحضر الجناش و 130 جرام شوكولاتة داكنة أو المتوفرة عندك، تقريبا 3/4 كوب كريمة. ندف الكريمة في ميكروويف أو على النار، نذوب الشوكولاتة في الكريمة. نصب الكريمة في القالب على الخليط وندخلها الثلاجة على الأقل 4 ساعات. نزين الكيك بمكسرات. في الأخير التزيين على الرغبة بالهناء والشفاء. الطريقة الثانية، أصلا طريقة ألمانية في بداية القرن العشرين. كوب وربع من الكريمة ندس إياها على النار، نضيف عليها 300 جرام من الشوكولاتة الداكنة و 200 جرام من شوكولاتة الحليب. ومعلقة فانيليا. نذوبهم في الكريمة. نحرك حتى ما تصبح الكريمة ناعمة. نحضر القالب، ندهن بقطرة من الزيت بكيس نيلون، نلف القالب من الجوانب وتحت. نضع الكريمة ثم البسكويت لجانب بعض، طبقة كريمة وطبقة بسكويت. نستمر في ترتيب البسكويت لما تخلص الكمية. نلصبها نايلون ونوحطها في الثلاجة لمدة 4 ساعات لحد ما تتماسك بالهناء والشفاء. طبعا يمكن عمل نوع واحد من شوكولاتة بدل من اثنين. هذا الطريقة طبعا اسهل مقارنة بالاولى من ناحية تكلفة. خلينا نشوف الطريقة الثالثة. عندك نصف لتر حليب، زاد كوب حليب، وثلث 4 كوب سكر،
طبعا معيار هو بمئتين ملي، يعني الحليب الصافي 700 ملي. نضيف زعتر ملاعق كبيرة ونص ممكن أهنشة، وأخيرا نضيف نص كوب كاكاو تقريبا، ونحركه معنا بارد، وبعدنا نحط على قلى النار ونستمر فيها لتحك. بعد ما يسألوا يصبح سميك، نضيف 50 جرام زبدة حوالي ربع القالب، واثنين بكيت فانيليا، 200 جرام شوكولاتة، 2 بكيت فانيليا، ونحرك الكريمة حنت داخل المكونات مع بعض، ونحركهم حتى تداخل المكونات مع بعض. وأخيرا نضيف بكيت بسكويت، نكسر البسكويت ونضيفه، نحرك الخليط مع بعض. نحرك البسكويت مع باقي المقادير. ناخذ الزجاجة ونفتحها من فوق زي ما بتشوفي. نعبي فيها الخليط. نضغط عليها لمنع فراغات الهواء من الصافي نيلون ونحطها في الثلاجة لمدة 4 ساعات. نطلع الزجاجة من الثلاجة. وبعدنا تزيين بسكويت مرحي، من الممكن تزيين الكيكة بالجناش بدل البسكويت. بالهناء والشفاء، الفرق الأساسي بين الطريقة الأولى والثالثة، الأولى بالماء على العكس الثالثة بحليب، أما باقي مكونات تقريب في شبه كبير. تلاحظي الفكرة المشتركة في ليزي كيك بين ثلاثة بسكويت والكاكاو. أما بالنسبة لطريقة الثالثة يمكن استبدال الزجاجة بكيس نيلون والتزيين بجناش بدل البسكويت. الرابط هذا الطريقة في صندوق الوصف. وفي النهاية إن شاء الله أن أكون قدمت صورة كاملة عن ليزيكي وعن أحدث طرق تقديمها. لا تنسي دعموا قناتي بالاشتراك واللايك والمشاركة. انتظروا مني فيديو وشكراً.